بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا أرحب بكم على قناتكم التربوية يوسف البداوي. الموضوع الذي سوف نتطرق إليه إن شاء الله وحول كيفية مسك التلميذ المنقطع عن الدراسة مع طباعة لوائح التلاميذ المنقطعين في الصيغة الجديدة لمنظومة مسار. إذا بعد ما قمنا بفتح مسار، إذا هنا عندنا حالتين، عندنا تلميذ غير ملتحق ثم تلميذ انقطع وسط الدراسة. إذا قمنا بمسك تلميذ غير ملتحق، إذا هنا غادي نمشيو لتوزيع التلاميذ ثم نضغطو على توزيع التلاميذ على الأقسام. إذا هنا غادي ناخدو الرقم ديال التلميذ غير ملتحق ثم نمشيو لبطاقة التلميذ ثم نقوم بالضغط على بحث فردي. إذا هنا تنكتبو رقم التلميذ ثم تنضغط على بحث. إذا هنا تنضغط على بيانات التلميذ. إذا هنا تلاحظ وضعية التلميذ غير ملتحق. إذا هنا غادي نضغط على الانقطاع وإعادة الإدماج. إذا هنا تختار نوع العملية، نديرو انقطاع ثم هنا تاريخ الانقطاع. إذا يا إما غنستعنو ب المذكرة اللي عندنا هنايا أو نكتبوه مباشرة. إذا هنا كيف ما تلاحظوا سيعطيني تاريخ انقطاع، ثم نضغط على زائد ثم نقوم بالضغط على حفظ. إذا نديرو إغلاق. إذا بالنسبة للتلميذ الحالة الثانية، عندنا تلميذ انقطع وسط الدراسة. إذا نمشيو لبطاقة التلميذ ثم نضغط على لائحة تلاميذ المؤسسة. إذا هنا تنختاروا المستوى، نضغطوا على بحث. اذا غادي نمشيو للتلميذ غير ملتحق، نضغطوا على بيانات التلميذ. اذا هنا وضع التلميذ يزاول دراسته. اذا نضغطوا على الانقطاع واعاده الادماج. اذا هنا اختاروا نوع العمليه انقطاع، ثم هنا تاريخ، ثم نضغطوا على علامه زائد ثم نقوم بالضغط على حفظ. اذا نضغطوا على اغلاق. اذا لطباعه لائحه التلاميذ المنقطعين، هنا تمشيو نضغطو على تمدرس التلاميذ ثم نقوم بالضغط على إحصاء التمدرس ثم نقوم باختيار لائحة التلاميذ ثم نقوم بالضغط على المنقطعون ثم نقوم بالضغط على طباعة. إذا هنا غادي نسجلو على سطح المكتب. إذا نضغطو على انغوجيستري. إذا هنا تنضغطو على الملف ديالنا على صيغة بي دي اف. إذا هنايا التلاميذ الذين تم مسكهم تنوجدوهم في هذه اللائحة. إذا ختاما، نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الانخراط في هذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.